واحدة بتقول انا حائرة جدا، وظيفتي تتطلب مني ان انا اكذب وانا لا اريد ذلك. فمثلا اذا اتصل احد او جاء ويريد مقابلة رئيس العمل، فالاخير يقول لي قوليله ان انا مش موجود، وهذا اذا كان لا يريد ان يقابله، وبالتالي انا لا اقدر ان اعارضه فاضطر ان اكذب. وقد اعترفت لابونا بهذا وقلت له اني اعتبر هذه الخطية هي من الخطايا التي صنعناها بغير ارادتنا، لا بارادتك، وانها ليس من المفروض ان تحسب علي خطية، لان ليس في نيتي انا كذب. ولكن اب الاعتراف لا يوافقني على هذا، فبماذا تنصحني؟ من جهة كذب كذب، ومن جهة بإرادتك بإرادتك. كون انك انت تحت ضغوط ليس معنى هذا انك بإرادتك خضعتي للضغوط وكذبتي. ممكن تحاول تهربي بطريقة ما، يعني واحد يسأل عن رئيس العمل قول له اطلبه في وقت تاني بعد شوية اتصل، يعني تخرج من الموضوع من غير ما تقولي له مش موجود.